صباح الخير. مش عارفة جات علينا قبل كده وقت ان احنا قلنا لحد يا عم بقى اتوكس مثلا ولا لأ؟ يا ترى دي كلمة قديمة ولا كلمة جديدة؟ وايه اصلا اصلها؟ ده اللي هنعرفه مع بعض النهاردة. اتوكس ليه؟ بلاش الوكس، خلينا في النجاح، بلاش الوكس. هو انا اسمع ان هي كلمة مش حلوة، فشل في حاجة فروح داري شبتك مثلا، يعني خليك قاعد على جنب كده. يعني حد مثلا يكون مثلا بيقع غلط او مثلا يعني بيبقى عايز يخلص منه، يعني يقول له يعني امشي من طريقي، يعني بيعمل حاجه ويعظم في نفسه فبضطر اقول يا عم روح اكس. لما احس ان هو عامل روحه يعني تام قوي وهو ما يكونش فاهم، لما يكون بيتفلسف في حاجه مش صح ولا حاجه، في الوكسه دي حاجه وحشه يعني. اقول لك انا وكس. A few moments later. يعني اللي هو اقعد على جنب كده، يعني مالكش لازمة، يعني توكس فيك حاجة زي كده شبيهة بكده، زلت قدم أو وقعة أو خبطة أو حاجة. بس توكس هي الكلمة دي، اللفظ ده كده العام، يعني إن دي زي شتيمة أو حاجة زي كده، لكن هي الكلمة معناها إبطي، أدى أو أعطى، شكلها حاجة إبطي. هي أكيد دي أكيد كلمات فرعونية، يعني مكتسبينها من البيئة، من ورثينها مع بعض، دي حاجات كده عارفة زي الأمثال الشعبية. التويكس ممكن مش هنختلف، يعني طالما مش عارف المعلومة مش هقدر إن أنا أوحك فيها، مش عندي المعلومة يعني. لا قديمة ولا جديدة، يعني ممكن مثلا أكون سمعت الكلمة دي من حدود 7-8 أو 10 سنين حتى، فما اقدرش اقول انها جديده يعني في وسط اللغات او المرادفات اللي احنا بنسمعها اليومين دول، وما اقدرش اقول انها قديمه برضه. لا اكيد الكلمات دي كلها ليها اصول قديمه، يعني جديد دلوقتي حاجات تانية احنا لسه ما عرفناهاش. كده قلت لحد يا عم بقى روح اتوكس؟ لا ما بحبش اقول الكلمه دي. روح اتوكس بالهزار اكيد لاصحابي. بنلعب بلاي ستيشن، لما بيبقى خسران يقول انا هكسب الماتش اللي جاي، فبقول له عم اتوكس. لسه قايلها دلوقتي.